هذا الخصوص أعرب عن عميق الارتياح لما أفضت إليه محادثاتنا ثنائية اليوم، والتي من نتائجها المباركة تأكيد حرصنا على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، آملين إن شاء الله أن نصل إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية موحدة مشتركة إن شاء الله. وهو حرص ينبثق عن إرادة متقاسمة، ويترجم التوجه الاستراتيجي الذي نطمح أن يقوم على الاستغلال الأمثل لمقومات التقارب الإنسانية والتاريخية والجغرافية والثقافية، وتأسيسا على ذلك اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد، وذلك بالتوقيع على العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية خلال المراحل القادمة من عملنا المشترك إن شاء الله.